بنكمل مع بعض في المحاضرة اللي قبل الأخيرة اللي بتتكلم عن المالتيبل فورمز. احنا المفروض أول حاجة نتعلمها من المحاضرة دي حاجتين: ازاي نتعامل مع أكتر من فورم جوه البروجكت بتاعنا، ازاي نقدر نقفل واحد ونفتح واحد وهكذا. تاني حاجة اسمها المسج بوكس، ازاي نقدر ان احنا نتعامل معاها ونشوف العلامات اللي فيها، نظهر يس او نو او اوكي او ايه اللي يحصل بعدها وهكذا. فدي حاجة من الحاجات المهمة هنشوفها مع بعض دلوقتي. لو احنا عايزين نضيف فورم جديد، اول حاجة بنعملها بنيجي نوات على ويندوز ابليكيشن، ندوس كليك يمين زي ما كنا بنضيف موديول في الفيديو اللي فات، ندوس اد، ثم نرجع بندوس ويندوز فورم، نختار ويندوز فورم عادي. زي ما احنا شايفين بيطلع لي هنا في 2 فورم، فورم واحد وفورم 2. طيب السؤال هنا لما اعمل ران انهي فيهم اللي هيظهر؟ فدي بختارها من باجي ان هو عند بروبرتيز ويندوز ابلكيشن 1، كده بختار بروبرتيز، يظهر لي هنا شوية حاجات، بلاقي حاجة اسمها ستارت اب فورم، بختار فورم واحد ولا فورم اتنين. انا نختار مثلا فورم واحد هو الديفولت اللي هيظهر اول لما اعمل ران. نبتدي نحط مثلا الحاجات بتاعتنا عشان نبتدي نشوف البروبرتيز، اهم الحاجات اللي موجودة جوه الفورم. نحط هنا مثلا فورم واحد بوتون واحد، هو فورم واحد اللي هيظهر الأول، فنحط فيه بوتون واحد، وبعد كده نحط فيه مثلا تكست توكس. فورم اتنين ده اللي هيظهر بعد كده، ممكن نحط جواه تكست توكس برضو، وبعد كده نحط جواه تلاتة بوتون. هنقول دلوقتي هنعمل بيهم ايه عشان نجرب بس بيهم شوية احتمالات: بوتون واحد، بوتون اتنين، بوتون تلاتة. اللي احنا عايزينه عايزين نعمل شو وهايد، نخفي الفورم ده، نظهر الفورم ده وهكذا. نرجع للمحاضرة كده نبص فيها شوية، هنلاقي ان مكتوب اللي احنا لو عايزين نعمل اد للفورم، نفتح بنشوف احنا عايزين نكتب الكود بتاعنا فين. مجرد اللي احنا بنكتب فورم كذا دوت، لو احنا عايزين نعمل الاد بنفتح عادي ويندوز فورم، وبعد كده نعمل كليك يمين واد وهكذا يعني. اما لو احنا عايزين نظهر فورم هو مش ظاهر كديفولت، يعني هنا فورم اتنين بتاعنا مش ظاهر، فبنكتب فورم اتنين دوت شو. عايزين نعمل له هايد نكتب فورم اتنين دوت هايد، عايزين نعمل له كلوز بنكتب فورم اتنين دوت كلوز. طب السؤال هنا ايه الفرق بين الهايد والكلوز؟ ان انا بيبقى عندي حاجة اسمها initial value للفورم. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا الفورم دوت مفيش اي حاجة مكتوبة في الحتة ده، هي لو جيت عملت له هايد وانا كتبت فيه في الحتة دي حاجة وجيت عملت لها هايد، اللي هيحصل ان الحاجة دي هتفضل موجودة لو انا عملت شو مرة تانية. اما لو عملت لها كلوز هترجع للحاجة الاصلية اللي هي مفيش حاجة مكتوبة هنا. طيب ازاي؟ نبتدي نشوف دلوقتي في مثال عشان نوضح الدنيا اكتر. يعني ده الفورم اللي هيظهر في الاول، عايزين اللي احنا اول لما ندوس على البوتون دوت نعمل شو لفورم اتنين. هنكتب هنا مثلا شو فورم اتنين على البوتون عشان نبقى معلمينه. نكتب الكود بتاعنا ازاي؟ اول حاجة بندوس على البوتون عادي بصين، فنكتب هنا اهوت فورم اتنين دوت شو بس كده. كده اول لما ادوس على الفورم اتنين هي اول لما ادوس على البوتون هيحصل هي هيعمل لي يعني الفورم اتنين هيظهر. بعد ما الفورم اتنين يظهر انا عايز برضو العب شوية. اعمل ايه؟ انا عايز لو دوست على البوتون ده هوت يعمل لي هايد لفورم وان، يعني فورم وان يختفي، ولو دوست على البوتون دوت يعمل لي شو، لو دوست على البوتون ده يعمل لي كلوز لفورم 1، بحيث ان اقدر اقارن ما بين الهايد والكلوز واعرف الفرق بينهم بالظبط. يعني فنسمي البوتون الاولاني هايد فورم 1، نسمي البوتون التاني شو فورم 1، والتالت كلوز فورم 1. نبتدي نكتب الكود بتاعنا جوه كل واحد فيهم. جوه الهايد المفروض انا عايز اول ما ادوس على دوت هيعمل هايد، او نعمل فورم 1 دوت هايد بس خلاص. اما لما ندوس على في الشو هيعمل فورم 1 دوت شو بس، لما يدوس على كلوز هيعمله كلوز. بس كده.
نجرب دلوقتي الكود بتاعنا زي ما اتفقنا. فورم 1 هو اللي هيظهر عشان عامله ديفولت. لو دوست شو فورم 2 هيظهر لي فورم 2. دوست هايد فورم 1 المفروض ده يختفي. دوسنا هايد واختفى. دوسنا شو رجع تاني. دوسنا كلوز فورم 1 قفل هو فورم 2. ليه؟ عشان فورم 1 هو الديفولت، فلما يقفل كل حاجة هتقفل معايا. فلو جربنا العكس مثلا، نخلي في دوس على البروبرتيز ونخلي فورم 2 هو الديفولت المرة دي ونعمل ران، شوف لما اعمل كلوز هيقفل الاتنين ولا لأ. مثلا هو هنا فتح فورم 2 الأول، بعد كده لما دوست شو عمل شو عادي. لو دوست هنا هايد ده هيختفي عادي، أما لو دوست شو تاني هيظهر. دوست كلوز ده بس اللي اختفى مش دوت، وهكذا. دلوقتي عايزين نفرق ما بين الهايد والكلوز عشان نفهمها بطريقة حلوة. أول حاجة زي ما احنا شايفين التكست بوكس في الفورم، فورم 2 فيها تكست بوكس فاضية، فورم 1 فيها تكست بوكس فاضية برضو، فورم 1 وفورم 2. لو جينا دلوقتي فتحنا دوت الفورم التاني، ثواني، المنظر دوت. نجرب نكتب اي حاجة او نفتح الاول فورم 1. ده فورم 1 دوت اتفتح. لو جربنا نكتب اي حاجة، نكتب باور مثلا، وبعد كده جربنا نعمل هايد لفورم 1، ايه اللي هيحصل؟ ده اختفى. لو جربنا نكتب شو، باور لسه كاتبها دي موجودة، مع اني في الانيشال فاليو ما كنتش معدل التكست اللي هنا، اهو اللي هو اللي في التكست بوكس يعني. طيب لو جربنا نعمل كلوز، جربنا نعمل شو تاني، اللي هنا اختفى وظهر من الاول خالص كان بالانيشال فاليو اللي هي فاضيه. يبقى الفرق ما بين هايد وكلوز ان هايد بتحافظ على اخر تغيير انا عملته، يعني لو كتبت اي حاجه وكتبت هايد وبعد كده شو، هتفضل الحاجه دي موجوده. اما لو دوست كلوز فالفورم هيرجع كاني لسه مشغله بالظبط. هو ده الفرق البسيط ما بين هايد وكلوز يعني. فزي ما احنا شايفين في الصوره دهيت، هنا بيقول لي ان انا عندي السكرين، اول لما بعمل شو الحاجه الفورم بيظهر في السكرين. لو عملت له هايد بيفضل بيرجع للرامات اللي هي المخزن الذاكره المؤقته، اما لو عملت له كلوز بيرجع للهارد فبيمسح كل اللي فيه وبيسيب لي الانيشال كونديشن اللي موجوده. فانا لو من كلوز عملت شو يروح للرام الاول وبعد كده بيطلع لي على السكرين، عملت هايد بينزل للرام، عملت كلوز بيروح على الديسك على طول. فالواحد تبقى حاجه كويسه يعني لو عرف يفهم العمليه دهيت ويحفظها في دماغه بحيث هتساعده بعد كده. تمام، ده كده اول حاجة معانا. نيجي لتاني حاجة عندنا اللي هي الايفنت الخاصة بكل فورم. لما نيجي ندوس على الفورم نفسه دوستين بالمنظر دهوت، هنلاقي فيه عندي لما اجي ده الفورم 2 مثلا، ندوس على دوستين فورم 2 كده اقدر ابص الاقي الايفنتس، اشهر الايفنت اللي موجودة عندنا بالنسبة الفورمز. هنبص هنلاقي الديفولت اللي هو اللود، اللي هو اللود ده بيحصل امتى؟ لما اعمل اللي هو لما اعمل كلوزنج. هنقول كمان شويه الفرق ما بينهم. بس قبل كده نرجع الاول للديفولت ايفنت اللي هو اللود، اللي هو لما اول لما بندوس على الفورم من اول هنلاقي اللود. اللود ده بيعمل ايه او بيظهر امتى؟ لو انا عملت هايد زي ما مكتوب هنا كده، لو انا عملت هايد اللود ما بيحصلوش اكسكيوشن او ما بيتنفسش، بيتنفس بس لما اعمل كلوز ولما اعمل شو. ساعتها الايفنت دوت هيتنفس وممكن اكتب الكود بتاعي ويظهر جواه كده. دي اول حاجة عندنا. بعد كده عندنا حاجة اسمها المسج بوكس. نبتدي نشوف المسج بوكس دي ايه هي وبتعمل ايه. مثال بسيط، لو جيت هنا مثلا وجربت امسح ملف، لو جربت نمسح ملف مثلا هنلاقيه اللي ظهر دوت ثواني. فلو جربنا مثلا نفتح هنا ريسايكل بين ونمسح صورة، لو جربت امسح الصورة دي مثلا اللي ظهر اول لما دوست ديليت ظهر لي هنا حاجة. الحاجة دي عبارة عن مسج بوكس. فدي حاجة مهمة اوي اني اتعامل معاها واعرف ازاي بستخدمها، على اساس ان دي ممكن تساعدني في اني اخد حاجة من اليوزر لو هو مثلا عايز يرجع في كلامه وعايز اخد منه معلومة تانية، عايز احذره من حاجه وكتبها غلط. فمفيده جدا يعني. نشوف دلوقتي ازاي نتعامل معاها. ازاي نتعامل معاها بقى؟
نجرب دلوقتي نشوف نتعامل معاه ازاي. مثلا اول لما ندوس على شو نروح جايين هنا هو كده عشان نتعامل مع المسج بوكس. اول حاجة لما بيجي عايزين نطلع رسالة زي ده هي نروح جايين نروح كاتبين مسج بوكس، بعد كده نروح فاتحين قوسين المنظر دوت ونحط كوتيشن ونكتب اللي احنا عايزينه جوه الكوتيشن دي. يعني لو كتبت مثلا ار هنا بقى دي رسالة هتطلع له رسالة فاضية من غير أي حاجة. نجرب مثلا دي المفروض هتطلع لي في البوتون التالت اللي هو يعني بوتون يبقى البوتون التاني يبقى اللي هو البوتون بتاع شو. تمام انا المفروض اول لما ادوس شو تلاقي الرساله هي ارجو شور. الديفولت بتاع المسج بوكس انا بطلع رساله فيها اوكي. تفرض انا عايز اطلع حاجه تانية غير اوكي، بخش على ال بكتب في نفس المكان اللي انا كتبته دوت، باجي هنا اهوت اروح عامل كوما جوه قوسين اروح كاتب في بي اختصار لي فيجوال بيزك، بعد كده اهوت عايز اعمل يس نو مثلا يس بس هيجيب لي يس، او يس نو يبقى هيجيب لي يس ونو، يس ونو كانسل هيجيب لي يس ونو كانسل. نجرب يس ونو كانسل كده، هي دي لها. اول لما اعملها ادوس شو تلاقي الرسالة فيها يس ونو وكنسل، واقدر على اساس الاختيار دوت ان مثلا لو يس اعمل حاجة، لو نو هعمل حاجة، ولو كنسل اعمل حاجة زي ما هنشوف دلوقتي. حاجة تانية لو انا دلوقتي مثلا عايز اظهر هنا عندي variable مثلا اسمه ايه، انا عرفت هنا variable اسمه ايه نوع دبل، وعايز اظهر ال variable دوت جوه ال message box زي ما كنا بنعمل في C++. يعني في C++ كنا بنعمل ايه، كنا بنكتب مثلا C out X وبعد كده end line اي حاجة. يعني عشان اعمل C out لل variable او اعمل message box لل variable لازم يكون هنا عبارة عن string زي ما احنا شايفين. فنحط قيمة للإيه مثلا انها بتساوي لنا 5. عايز اعمل المسج بوكس اطلع هنا مكان ار يو شور اطلع الايه مثلا، فلازم ان انا احول الدبل لسترينج زي ما خدنا في الفيديو اللي فات. بنكتب سترينج اس تي ار اوكي، نكتب الحاجه اللي احنا عايزين نعملها، فده كده بقى عباره عن سترينج نحطه بين كوتيشن او نسيبه زي ما هو كده، هو هيفهم ان ده سترينج. جرب نعمل ران بس شو تلاقي لي نوت 5. ده لو انا عايز اعمل مسج بوكس لفاريبل مش سترينج يعني حاجه زي دبل. تفرض انا مثلا عايز احط يعني مثلا في سي بلس بلس لو انا كنت عايز اطلع اقول ذا انسر ايه كذا كنت بقول سي اوت تو كانوت كده، نروح عاملين هو سي اوت ممكن اقول ايه، او نحط هنا دبل كوتيشن ذا انسر از كده مسافه، بعد كده هو نروح از ايه اروح قافل كده بسرعه واروح قايل اند لاين. هنا لو انا عايز اعملها في المسج بوكس بقول سترينج ايه، او انا عايز اقول الاول ذا انسر از فبروح عامل كده دبل كوتيشن ذا انسر از كده مسافه كده اروح قافلها واروح جاي واروح عامل اروح حاطط زائد ده. لما احط زائد هو هيفهم ان هو هيحط الاتنين جنب بعض. لما ادوس كده اهوت طلع لي ذا انسر از 5. ده لو انا عايز احط يعني شوية كلام جنبيه variables، ودي هتفيدني جدا لو انا بكتب كود مثلا وقال لي طلع قول لي ان مثلا ان عدد الحاجات اللي فاضية بيساوي لنا كام، فانت هتروح قايل له the number of tickets of empty tickets boxes equal، المفروض انت هتقول دي، فبتحط دي مكان الايه ده كده دوت فيطلع لي هنا رقم، هتطلع حاجة مفيدة بالمنظر دوت. تمام. زي ما احنا شايفين في المحاضرة ممكن مثلا لو انا عايز احط العلامة اللي هي بتاعة التعجب أو علامة الخطر او اي حاجة ممكن ان انا احط ان هو بشوفها بتكتب ازاي في الفيجوال وبحط بكتب زائد جنب فيجوال بيزك يس ونو وبس كده. لو انا عايز اكتب هنا لو زودت كمان كومة وكتبت هنا سترينج كمان يبقى انا كده كأني بكتب التايتل او الحاجة اللي بتكتب فوق هنا اهوت. لو انا عايز احط ازود رسالة دي كده بالنسبة للمسج بوكس.
الحاجة اللي ناقصة فيه ورقة المفروض ناقصة في المحاضرة بس مش موجودة في الملف هنا، فهبقى أقول للقنديل يرفعها تاني. ناقص عندي بس شوية ايفنتات خاصة بالفورمز اللي هنرجع لها تاني. احنا اتكلمنا عن ايفنت لود اللي هو اللي بيحصل أول لما بعمل كلوز وبرجع تاني أعمل شو، فساعتها هيعمل لود، أما لو عملته هايد مش هيتعمل. بقى عندي 2 ايفنتس، واحد اسمه فورم كلوزنج والتاني اسمه فورم كلوزد. من الاسم بتاعهم فورم كلوزنج دوت بيتعمل اثناء اول لما بدوس على كلوز وهو بيقفل، يعني قبل ما يعني هو لسه ما قفلش خالص، هو لسه بيقفل. اما كلوز بعد ما يقفل خالص انا ممكن اقول له ينفذ حاجه معينه، يعني اقول له بعد ما ده يقفل افتح لي حاجه تانية، غير لي في التكست بوكس، اعمل اي حاجه يعني. اما فورم كلوزنج وهو بيقفل ممكن الحقه واعمل حاجه تانية. يعني ايه؟ يعني مثلا دلوقتي ممكن وهو بيقفل اطلع مسج بوكس واسال اليوزر اقول له انت متاكد انك عايز تقفل ولا دوست على اكس غلط او مش واخد بالك في بيانات هتضيع اي حاجه. نعمل كده ازاي؟ نفتح البرنامج بتاعنا، احنا عايزين نكتب فين؟ نكتب اول لما نعمل كلوز نعمل المفروض اللي احنا هنعمل الفورم بتاعنا، هنكتب في الفورم 1 في الايفنت اسمه فورم كلوزنج، ندور على فورم كلوزنج هو دوت اللي هنعمل فيه. نكتب ايه في فورم كلوزنج؟ هو اول لما يجي يقفل ايه اللي انا عايز اعمله؟ هطلع له مسج بوكس، هقول في المسج بوكس ده هيت ايه، اقول له ار يو شور اي حاجه. بعد كده اروح اقفل دي، وانا عايز له بالمنظر دوت يبقى الحاجه اللي عايز اطلعها اللي هي يس او نو، فيجوال بيزك يس نو، مش محتاج كنسل. ماشي. بعد كده اروح اقفل دهيت، يبقى انا اول لما اجي اعمل كلوزنج هيظهر لي البتاع ده. نجرب كده ونشوف الكود، نشيل الحاجات اللي احنا عملناها دي خلاص مش محتاجينها، نعمل ران مثلا كده. عملت شو اول لما اعمل كلوز هيروح مطلع لي ار شور دي، دوست يس مش فارقه كتير يعني، انا عشان ما قلتلوش اعمل حاجه لو دوست يس او اعمل حاجه لو دوست نو، يعني انا دوست نو هيروح قافل برضه. فهنا يبقى احنا ده معناه ان انا ممكن اتحكم في لما ادوس يس او نو، يعني لو دوست يس كده ده معناه ان في طريقه ان انا اتحكم لو دوست يس اخليه يقفل، اما لو دوست نو اخليه ما يقفلش. طيب دي اعملها ازاي؟ لو جينا نبص في الكود هنا او في اي صب موجوده هنلاقي دايما بيبقى مكتوب مثلا ان هو بوتن 2 كليك، وبعد كده نبص نلاقي مكتوب by val e as system dot event args. ف ال e ده هوت ده عبارة عن variable ال system بيحطه automatic بيخليها تتحكم في اي event موجود. بمعنى ان لو جيت هنا مثلا وحبيت اعرف variable اسمه e as كذا as double اي حاجة، هاجي ابص كده الاقيه بيقول لي ايه is already declared as a parameter of this method، يعني ده معناه ان ما ينفعش اختار الاي ده هات عشان الكمبيوتر بيستخدمها والبرنامج بيستخدمها واقدر اتحكم فيها في الايفنت الموجود اللي انا اشيله احطه اعمل بيه اي حاجه يعني. فنيجي مثلا نرجع للكود بتاعنا كنا كاتبينه جوا كلوز، كنا كاتبينه في فورم 1 الايفنت كلوز، هي دي المسج بوكس اللي انا كنت عايز اتحكم فيها. انا عايز اللي يحصل، عايز لو هي يس يخرج يعني ينفذ الايفنت عادي ويقفل ويقفل ما يعملش حاجه يعني ما يعملش حاجه جديده. اما لو نو لا انا عايز العكس يعني ما عايزه ما يقفلش. دي اعملها ازاي؟ هو لما بيدوس يس بيبقى في قيمه هنا اهوت بياخد قيمه قيمه 1، اما لما بيدوس نو ثواني فاحنا خدنا قبل كده ان المسج بوكس اللي هي زي ما احنا شايفين هي بتطلع لي حاجه في نفس الوقت. لو قلت لو خليت فاريبل هنا بيساوينا المسج بوكس هنلاقي المسج بوكس غير انها طلعت لي المسج بوكس دهيت طلع يعني كأن في فاليو اللي اليوزر هيدوس يس او نو هيتسجل في الفاريبل اللي انا هحطه هنا. يعني انا فرض دلوقتي اللي انا هعرف فاريبل اسمه ايه ونقول ان الفاريبل دوت انتجر، بقول ان ال A بيساوي لنا المسج بوكس تمام. لو هو اليوزر ده سي اس ال A دي هتاخد قيمة 1،
ولو دس نو هتاخد قيمة 2. طب انا عرفت منين دي حاجة جوه البرنامج، ان هو لما بدوس يس المسج بوكس دي بتطلع كأنها فانكشن، بتطلع لي 1، ولو دس نو بتطلع لي 2. طيب انا عايز ايه؟ انا عايز لو دس 1 ما يعملش حاجة، يقفل عادي خلاص، مش هكتب اي كود فيها، عشان هو كده كده كان بيقفل زي ما شفنا. اما لو دس 2 انا عايزه لا ما يقفلش، انا عايزه يفضل مفتوح زي ما هو. هعمل كده معناه اف كونديشن، لو الايه دهيات بيساوي لنا 2. اعمل ايه ساعتها؟ انا عايز الاي اللي هي الايفنت اللي بتحكم في ال يعني الفاريبل اللي بتحكم في الايفنت دوت يقف، يعني يعمل كانسل للايفنت. فهكتب اي دوت، لقيت في حاجه عندي اسمها كانسل، واقول ان هيساوي لنا ترو. هو كان قال لي هنا انها ترو او فولس، فده معناها ان لو الاي ب2 يعني معناها ان اليوزر ده سنو، ساعتها هو مش هيخلي الاي كانسل بترو، يعني معناه ان هو مش هيقفل الفورم بتاعي. نجرب. المفروض ان انا بقفل عندي، هظهره الاول وبعد كده بقفله من هنا. اول لما اقفله من هنا الايفنت بتاع الفورم 1 هيبتدي يتحقق. لو دوست نو المفروض بقى، لو جيت اقفل دوست يس مفيش اي مشكله، دوست نو ما قفلش اهو الحمد لله، يبقى كده الكود بتاعي شغال تمام. فالفكره هنا هو اللي انا عندي، لو انا في ايفنت المفروض بيتنفذ وخلاص هو الفورم بيتعمله كلوزنج، انا ممكن اتحكم فيه واخليه ما يقفلش باني اعمل ايه، باني اعمل اللي هي الاي دوت كانسل دي اخليها ترو. ولو انا خليتها ترو على طول من غير اف كونديشن كده مش هيقفل، هيفضل اللي هو اول لما يعمل كلوزنج هيروح ايه اي دوت كانسل هيساوي ترو. اما لما بعمل اف كونديشن بحيث ان هو مش هيقفل في حالة واحدة بس، اللي هو لما اليوزر يدوس نو، سواء دي بقى كانت 7 2 اي حاجة يعني. بس كده يبقى احنا خلصنا الفورمز، ما تبقاش غير الليست بوكس بس، ونبقى خلصنا المنهج. و بس كده يا رب تكونوا استفدتوا حاجة.